مرحبا بالحضور الكريم، ونأسف شكرا. القاعة شيئا ما صغيرة والعدد الحمد لله كاين واحد الحماس وواحد استعداد الامتحانات المهنية المقبلة. بطبيعة الحال جرت العادة أن مديرية الموارد البشرية كتحاول ما أمكن أنها تطور وتحسن من هذه العملية ديال الترقي عن طريق الامتحان المهني. وكما تعلمون بطبيعة الحال إشكال ديال الكوطة دائما كيطرح الحاجة. احنا كان بإمكاننا وكنتمناو أن الجميع ينجح لنا ترقية عادية، ولكن للأسف الشديد أنا كاين 13% اللي كيحددها القانون. بطبيعة الحال لابد غادي يكون واحد ناجح وواحد ساقط، وبالتالي أن التباري غادي يكون كبير. وعلى هذيك المناصب اللي هي متوفرة حسب مختلف الأطر. المواضيع هي عادة بحال اللي كانت هاد السنة، أيضا كاين غير موضوع واحد في المجال ديال التخصص. قلت أن كاين غير موضوع واحد غادي يكون في مجال ديال التخصص لجميع الأطر. وبطبيعة الحال المراكز أيضا نفسها كالعادة، والاستعدادات بطبيعة الحال. غادي يحضر معكم هذا الصباح الأخت خديجة والأخ سي محمد، أساتذة اللي غادي يحاولوا يأطروا هاد اليوم ديال هذا الصباح التكويني في مجال الاستعداد لعملية الامتحانات المهنية المقبلة اللي غتكون أيام 16 17 18 و 19. نتمنى التوفيق للجميع اللي حاضرين معنا هنايا واللي كيسمعونا عن بعد، أن تكون تشوف وأن تكون هاد البادرة تستافدوا منها باش توفقوا إن شاء الله في امتحاناتكم. شكرا جزيلا. نعطي الكلمة الأخت خديجة اللي غتطرق الموضوع ديال التقرير بالنسبة للتقنيين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. نلتقي مجددا في هذا اليوم التكويني الذي هو موجه إلى فئة الموظفين الراغبين في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، خاصة فئة التقنيين من الدرجة الثانية والثالثة والأولى، والذين سيجتازون الامتحان في مادة التقرير. إذن سوف نتطرق إلى مضامين هذا العرض. أولاً هنعرف التقرير، سوف أتكلم ونتحدد واحد اللغة بسيطة اللي يستطع كل شيء أنه يسمعها ويفهمها. غنتعرفوا على شنو هو التقرير، ما هو التقرير وخصائص التقرير الموجز. الموجز يعني مختصر وليس ماشي مفصل. والكيفية
إعداد التقرير الموجز الموجه لفئة التقنيين في الامتحانات المهنية. كذلك سوف نعطي بعد نقدم واحد النماذج في هذا التقرير. ما هو التقرير؟ شنو هو التقرير؟ التقرير هو وثيقة إدارية كنخبروا بها واحد السلطة عليا بوقائع يعني تحدثت. السلطة بالنسبة للموظف إما رئيس القسم إما المدير وإما السيد الكاتب العام أو السيد الوزير. لماذا؟ علاش؟ قصد الاطلاع باش نخبروه بواحد الواقعة وقعت وهذا الرئيس ديالي ما عندوش العلم بها، يعني هو وقعت ديك الحادثة ولكن الرئيس ما عارفش شنو هذيك الواقعة. إذا عندنا نموذجين أو نوعين من التقرير. كما سبق قلت التقرير الموجز هو الذي موجه لكم في الإدارة تنخدموا به أصلا في الإدارة، والتقرير المفصل هو اللي كتستعملوا المؤسسات بحال مجلس الأعلى للتعليم، مندوبية السامية للتخطيط، المجلس الأعلى للحسابات إلى غير ذلك. هذا كي فيه جميع المشاريع اللي كتقوم بها المؤسسات، يعني كيتعرضوا لكتابة التقرير بأدق مفصل. التقرير كيتميز بواحد الخصائص. ما هي هذه الخصائص؟ قلنا كيهتم بالأحداث والوقائع، ما كان دون إصدار أي حكم مسبق أو رأي شخصي. يعني أنا فقط مثل ما كنسمعوا في الأخبار في التلفزيون كنسمعوا الأخبار، صاحب النشرة أو المودع الذي كيلقي ديك الأخبار ما تيدخلش هو، تنقل لنا الأحداث. إذن فهو تقرير إنشائي، ما عندناش لا عاطفة، ما عندناش مثلا نكتبه بأسلوب أدبي، ما عندناش أننا نزخرفه وننقي ونزوق الكلمات، لا، هو خبر كنقله. وكما كيقولوا في الصحافة الخبر مقدس والتحرير حر، أي أنك تحرر كيف ما بغيتي وكما الأسلوب ديالك، إما تصوب واحد الأسلوب اللي هو جميل جدا في المحسنات البلاغية أو عادي جدا، المهم أنه يكون مفهوم. إذا قلنا بأن الموظف من خصائص كذلك ديال التقرير هو الإخبار، أن الموظف ما يجيش ويكتب التقرير من ذاته نفسه، أي أنه يكون يخبر الرئيس دياله. ثانيا من خصائص التقرير الدقة والوضوح والاختصار. أما الحشو واللغو نكتب مجرد نكتب ونعمر الأوراق، لا. إذن فالتقرير يكون سيبلي، يعني ما فيه حتى حاجه وكتخبرني انا بحال الى انا ما كايناش معاك وعاد غنقرا من جديد هذا التقرير باش نفهم شنو هي الواقع. إذن كذلك يتطلب التقرير الموجز اللي قلنا بأنه هو المختصر المفيد لكي يجريه الموظف داخل الإدارة المسؤولية، أي أن كما قلت الخبر هو مقدس، يتحمل الموظف مسؤولية ما جاء في تقريره، يعني ما يكونش كيكذب فيه، ماشي يقول شي حاجة اللي بمجرد أنه
يكتب تقريرا. إذا من مميزات أنه يتحرى فيه الصدق والصراحة بحكم تراتبه في العمل الإداري، أي أنه من رئيس إلى مرؤوس أو من مرؤوس إلى رئيس. ثانيا الوضوح، على المحرر أن يتوقع دائما أن المرسل إليه يجهل دائما هذا الموضوع. شوف هذا الموضوع لما لذلك قلنا بأن خصو الوضوح صعب. مثلا المصحح غيصحح لك الورقة ديالك، اعتبروا بأن ذاك هو لا علم لديه بذاك المجريات وبذاك الموضوع، لا، أنت غتحاول تقنعه بالكلام ديالك وغتحاول هو يفهم شنو واقع. ما تعاملش مع المصحح أنه على دراية أنه يكمل من راسه، لا، أنت خصك اختصار مفيد تحاول تقنعه بالواقعة أو الحدث. كذلك يتميز بالاختصار. الاختصار يعني كما سبق القول لغة بسيطة مفهومة تتناول الموضوع، ماشي تبقى أنا موضوع طويل وفي الآخر عاد نجاوب على السؤال، لا، في العرض خصو يكون جامع شامل الجواب على السؤال. كذلك الدقة لتوصيل المعلومة، وهذا هو السبب في تفاوت النقاط. يعني واحد تبقى يهضر 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 ويكتب يكتب يكتب الورقة فارغة، ما فهم لا المصحح ولا هو ما فهمش أصلا السؤال. إذا دائما خصكم الاختصار. هذه أمراء جالوس الناس الوزارة فين جينا؟ راه في القاعة في امتحانات مهنية. امتحانات هذا الشيء راه حتى أنا داخل معهم كنصون. إذا قلنا بأن بأن التقرير يتميز بالصراحة والوضوح والموضوعية والدقة والإيجاز اللي هو الاختصار. إذن فالخصائص الثلاث اللي ذكرناها وهي الإيجاز والدقة والوضوح هما اللي كيميزوا لنا التقرير وتعكس لنا أهميته وفعاليته في آن واحد. علاش؟ لأن التقرير هو وسيلة من وسائل التواصل. التواصل وأنه تكون رسالة واضحة بين المرسل والمرسل إليه، بين أنا التقرير وبين هذاك اللي غيقرأ، أنا المرسل وغرسل. إذن هنا الدقة والوضوح. إذن قلنا بأن التقرير يوجه من طرف المرسل وهو الصفة ديالو والعنوان ديالو هو السيد الموظف، ولكن في الامتحان ما نكتبش الاسم ديالي. إن أنا إلا كتبت الاسم ديالي مني تكون تايا في الإدارة بلا امتحان تكتب الاسم ديالك، وإنما مني تكون في الامتحان ما تكتبش الاسم ديالك، لأن إن فكتبتي الاسم ديالك صافي الورقة ديالك راه ما غتصحح شيء. فهمتوا؟ إذن حذاري من كتابة الاسم، دائما المرسل صاحب التقرير، والمرسل إليه هو كما قلت الرئيس ديالك، المدير، السيد الكاتب العام، السيد الوزير، رئيس المصلحة، رئيس القسم إلى غير ذلك. المدير، السيد الرئيس. بحال
إذن فالتقرير كذلك يمكن أن يمكن نكتبوا فيه جوج تواريخ. شنو هما التواريخ اللي يمكن لينا نكتبوا؟ التاريخ اللي كتبتي فيه نتايا تقرير مثلا اليوم، مثلا إلا كتبت واحد التقرير على هذا اليوم التكويني، تقرير غيحمل يوم تاريخ التكوين وتاريخ كتابة التقرير. إذا جوج يقدر يكون مثلا اليوم درتي تكوين وغدا كتبتي التقرير، إذا فهاد التقرير كيحمل جوج تواريخ، تاريخ بعد إصدار التوقيع وتاريخ التقرير. وأحيانا كيكونوا بجوج، بحال دابا اليوم غيحمل بجوج، اليوم ديال التكوين واليوم كتبتي فيه التقرير. حد هنايا مزيان. إذا غنقدموا لكم واحد نموذج من التقرير، ولكن إلا بغيتوا أنكم تجاوبوا على التقرير، واش نيت خدمتوا التقرير مزيان، واش استوفى الشروط، هو أننا مني غيجينا السؤال ديال التقرير، ها هو غنحطوا حدانا هاد الأسئلة: ماذا، متى، أين، كيف، ولماذا. ماذا مثلا، ماذا وقع، وقع حادث مثلا، متى وقع، وقع الحادث بتاريخ كذا وكذا وكذا، أين وقع. إذن هاد علامة استفهام وهاد الأسئلة تجيبنا وتساعدنا باش نكتبوا واحد التقرير اللي تحتكم لها شروط. أين وقع؟ في الشارع، في الإدارة، في هذه. كيف وقع؟ واش اصطدام، واش هناك أمطار، واش هناك الحادثة إلى غير ذلك. كيفاش وقع لنا هادشي؟ وعلاش وقع؟ لماذا؟ مني غنجاوبوا على هاد الأسئلة اللي طرحنا، رحنا جاوبنا على السؤال ديال التقرير. فهمتوا؟ إذن هذه أسئلة غتساعدكم باش أنكم تعرفوا راسكم، واش حققتوا المطلوب، واش أنكم وفرتوا. يحتوي على التقرير عن الخطأ الخارج عن إرادتنا وخطأ تقني. العفو. إذن نتميم نعطي واحد المثال على التقرير. أول الشكل ديال هاد التقرير كيفاش غيكون؟ التقرير أولا الشعار هو اللوغو، هذا بالنسبة للموظف العادي في الإدارة، ولكن حتى في الموظف اللي غيجتاز الامتحان غير ما يقول مثلا أنا بمكتب الترقيات أو بمكتب كذا أو بكذا، باش أنه يقرب لينا الشخصية ديالو. فهمتي؟ إذا الشعار ضروري. التاريخ اللي غيكون على الشعار على اليمين والتاريخ على اليسار، ولكن الخطأ اللي كيوقعوا فيه جميع الموظفين ما نكتبوش السلام عليكم ورحمة الله ولا تحية المقام، ما تكتبش، لأن إن فوا كتبتي تحية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أو سلام تام بوجود مولى الإمام، أو الثاني تحية الختام وتفضلوا بقبول، هذا تعتبر رسالة وما كيعتبرش تقرير. تقرير قلنا شنو هو التقرير؟ هو نقل الخبر بأسلوب إنشائي، يعني فقط المضمون.
بحال كتنقل واحد واحد زائد واحد يساوي جوج. تحليل مثلا علمي مثلا واحد المختبر خرج لك واحد التحليله هذه زائد هذه مرتفعه منخفضه هكذاك، انت ما غتحاول دير فيه والو غير انك تنقل الخبر. اذا بالنسبه للشعار المديريه المصلحه اللي صدر عندها تقرير تاريخ اللوغو، هو اللوغو الشعار هو اللوغو. مثلا اللوغو بالنسبه لينا حنايا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جامعات الحسن الثاني، جامعات نعم اييه ضروري من اللوغو ومن التاريخ، ونكتبوا تقرير حول لا ما ترسموش لي التاج ولا اللوغو الرمز ديال اي جامعه او اي مؤسسه، لا فقط مثلا لا سمحي لي مثلا غتكتبي لي وزاره التعليم المكتب الخاص بامتحان الاساتذه الباحثين مثلا هذيك تخليها خاويه اي. اذا ما تحدد الصفه ديالك وشنو انت مثلا واحد كتب لي نخليو النقاشات مكتب ونقيطات مديرية ونقيطات مكتب نقيطات أو مديرية ونقيطات راه أي قطاع فيه المديرية فيه. إذا نكتبوا عاود تقرير حول الموضوع موضوع البحث أو موضوع الامتحان. يمكن لينا نخليو الأسئلة مفهوم؟ إذا نص دابا حنا كنعطيو مثال كيفية كتابة التقرير. قلنا بأن تحية المقام وتحية الختام ما كيناش، إلا درتوها راه غتعتبر رسالة. والتقرير تنديرو تقرير حول اش مطلوب منك، قيام بمهمة تفتيشية كذا إلى آخره، نوع السؤال اللي عندك. كيفاش غتكون المقدمة؟ المقدمه كنعرضوا تنطلقوا اول نخلي حيت الاستاذ سي محمد غيوريكم كيفيه تحليل الموضوع. بالنسبه للمقدمه ديال التقرير كنتعرضوا للظروف قضيه والاسباب الكامنه وراء اعداد التقرير، احنا كنطلقوا من داك السؤال اللي عطونا. العرض ما العرض كنقوموا بتناول تحليل المهم كما تمت معايناته. الحاجه اللي درتي غتنقلها لينا غتكتبها اللي مطلوب منك مهمه تفتيشيه بتاريخ كذا قمت كذا وكذا وكذا. كنتبعوا التسلسل الزمني في الاحداث، ماشي مثلا تبدا لي بالنهار الاول وتتبعوا نهار الاخر وترجع نهار الثاني، لا اولا التواريخ غتبدا بالنهار الاول وتتبعوا لي النهار الخامس ولا داكشي متسلسل. الى كان هناك مساعده بعض الاشخاص الى غير ذلك غتذكرهم لان المسائل تزكي التقرير ديالك. الخاتمه تلخيص النقاط المطروحه، اي اننا حنا استطعنا نجاوبوا على ذلك اين وكيف ولماذا ومتى. في الخاتمة كندير واحد تلخيص شامل للسؤال العرض ديالنا اللي قدمناه. وكيفاش كنختمو التقرير؟
المرسل قلنا المرسل مدير، عفوا الموظف صاحب التقرير. المرسل الى انت نكتفي بذكر المدير او رئيس الجامعه، ما تنعطيش الصفه تكون رئيس الجامعه ولا تكون المدير، مفهوم؟ إذا سوف نقدم نموذج آخر من عن حادث. قلنا كيفاش غنكتبوا تقرير الى كلفونا بمهمه، كنديروا بناء على تعليمات مثلا السيد المدير، السيد الرئيس، السيد كذا، في شان موضوع، اي موضوع كيفما كان، ماشي مثلا يطرح عليك السؤال وتكتب لي مثلا واخا ما يكون عنده علاقه بالمذكره، غتكتب لي في شان مذكره تحت عدد، تقدر تكتب بلا ما تذكر المذكره، يعني انا كنعطيكم هذا فقط كمثال. او موضوع الرساله، الا كانت عندك الرساله، الا كنت حافظ شي مرجع مثلا، ولا يعني مرجع افتراضي، ماشي لا بده يكون عندك المرجع، حيت حنايا في امتحان هاد الاليات ولا هاد الوسائل وهاد المسائل اللي كنعتمدوا عليها هي افتراضيه، يعني ماشي واقعيه، ماشي حقيقه. انت يمكن لك تخترع واحد الرساله، واحد الموضوع، واحد المرجع، ولا الا كان الموضوع كي يناقش واحد الشيء اللي نيت انخرطت فيه الوزاره ولا انخرطت فيه الجامعه، وانت فعلا عندك هاد لي دوني كاملين، يمكن لك تذكرهم. فهمتوني؟ اذا في شان موضوع المذكرات تحت عدد، أو موضوع الرسالة، إلا كانت الرسالة غيكون عندها المرجع بتاريخ كذا، للقيام بمهمة إما تفتيش بقسم كذا أو بمديرية أخرى أو بمصلحة كذا، قمت بزيارة عمل قصد مثلا قصد جرد مجموعة من المعدات، كلف رئيسي وأثناء مثلا زيارتي هذه أو مهمتي هذه، رصدت مجموعة من الأشياء ورصدت مجموعة مثلا من إما الخروقات أو إلى غير ذلك، وتم إحصاء مثلا مجموعة من المعدات، عشرة المعدات، بعضها يشتغل وبعضها معطل وبعضها قابل للإصلاح وبعضها انتهت مدة صلاحيتي إلى غير ذلك، بحال هذه المسائل هذه. وفي الأخير بهذ الخاتمة أنا باش غنقوم بهذا الجرد، ولكن خلال هذه العملية أنا راه قمت بالإجابة على ذاك الأسئلة اللي طرحت. إذا كل ليلة الخاتمة سهلة، كل ليلة مهمتي المهمة المسندة لي بنجاح، حيث تم الوقوف على مجموعة من الثغرات التي سيعمل القسم أو المكتب أو المديرية أو الوزارة أو الجامعة على معالجتها أو تفاديها إلى غير ذلك. في الأخر كان كتب المرسل إليه سيد المدير، ما كان ذكرش أنا سميته، وإمضاء الموظف صاحب التقرير، ما كان ذكرش سميته. فهمت الآن؟ عندنا النموذج الثاني حول حادث معين. كي هذا النوع من التقرير كنوجدو كيستعمل بكثرة في النشاط الإداري لتعدد مثلا الحوادث الطارئة من حين لآخر. مثلا إلا عطاونا نكتبوا تقرير حول حادثة معينة أو حادث معين وقع لنا في الإدارة لا قدر الله، هي هاد الوثيقة أو هاد التقرير هو
وثيقه وصفيه. ما معنى وثيقه وصفيه؟ كنوصف فيه الاحداث وكنسجل فيه الوقائع، لان ديك الوقائع ما كانتش منتظره الحدوث ولكن وقعت، وقعت على بختها داكشي ديال الله، وربما تسببت في ضرر مادي او معنوي. يعني اما اصيب اشخاص بكسور او بحادث معين او تضرر، وسواء كان مادي او معنوي. إذن فأنا مني كي يوقع هذا الحدث عندي في الإدارة، وأنا يا الموظف وجدت نفسي في هذا الحدث، أنا شنو غندير؟ غنخبر أولا الرئيس ديالي. الرئيس ديالي غيقول لي مباشرة تقري في الموضوع. أنا يا كنوجد هذا التقرير، إذن عطاني الإذن باش أنا نكتب التقرير، كذلك غنوصفه، غنعتمد على الوصف كما قلت. نعاود ثاني في اي حادث او دائما نفس الشيء، الشعار، المديريه والتاريخ الى غير ذلك، نفس الاشياء اللي ذكرناها سابق. النموذج، هذا النموذج شنو كنقولوا فيه؟ يشرفني ان اخبركم بحادث مؤلم نتج عن سقوط مثلا لا قدر الله بنايه بمقر كذا، يوم كذا، بشهر كذا، سنه كذا، بفعل مثلا الامطار الغزيره، حيث تسربت الامطار عبر الشقوق المتواجده في على الجدران فامتلأ المكتب بالمياه مما ادى الى سقوط جانب منه، وقد نتج عن هذا الحادث جرح موظف مثلا متفاوت الخطوره، تم نقله مثلا على على وجه السرعه الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج او العلاجات الاوليه والاسعافات الاوليه. اذن هذا فقط. انا شنو فهمت؟ انتم اصلا فهمتوا بان شنو واقع الحادث، شنو اين ومتى وكيف ولماذا وقع. اذن انا من خلال هذا الكلام استطعت قدرت نجاوب على ديك الاسئله اللي طرحت، وغندير المسجل امتى. إذن تنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس التكويني، تقولوا لي مثلا بأنني إحنا يتبعنا جميع الخطوات وكتبنا كل شيء وداك شيء وما نجحناش، كما قال السي رجب أن الكوطة يا سيد قدروا كاملين تجيبوا 20 ولا 16 ولا 18 ولا 15، ولكن الكوطة مثلا طالبة 10 طالبة 12 طالبة 6، هذوك السن غي فهمتي؟ يعني لا دخل لنا، حنا كنعاونكم نساعدوكم تنفهموا لكم نوصلوا لكم المعلومة، ولكن الكوطة هي سيدة الموقف. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصة، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح.